طيب تعالوا بقى حضرات نروح عبر سكايب للدكتور عادل كريم الناقد الرياضي، ونتابع كمان آخر الأخبار وأهم المانشيتات في كافة الصحف أو الصفحات الرياضية تحديدا في كافة الصحف والمجلات. يا فندم صباح الفل على حضرتك، وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير يا كريم، أهلا بيك وأهلا بكل المشاهدين. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. مصحينك بدري شوية عن المعتاد ولا أنت واخد على الصحيان بدري؟ لا أنا صاحي من بدري جدا، أنا بصحى بدري الحمد لله كل جميل يوم. جميل. اقدر استنتج كده ان في كوبايه شاي سخنه ورا الكاميرا اللي حضرتك بتكلمنا من خلالها، ولا ده استنتاج خاطئ؟ لا قهوة مش شاي. قهوه. طيب المهم ان الكوبايه حاضره، يعني المزاج صافي والذهن حاضر والدنيا هتبقى زي الفل. وناخد بقى منك رؤيتك انت الشخصيه لاهم المانشيتات. انا هستاذنك ابتدي معاك باليوم السابع، وطبعا نظرا لان المحتوى العنوان يهمنا كلنا كمصريين وكعرب. المانشيت بيقول ثبات القيمة التسويقية للنجم محمد صلاح ب 80 مليون يورو بعد تحديثات كأس العالم. وأنا بالتالي سؤالي لحضرتك، هل ثبات قيمته التسويقية دي حاجة كويسة؟ ده مؤشر جيد؟ أكيد. هو خليني بس قبل أي حاجة أتمنى إن شاء الله الشفاء لمشجعي نادي الاتحاد السكندري، طبعا يعني الحمد لله طبعا سمعنا إن أغلبهم خرجوا بالسلامة الحمد الحمد لله، لله وفي الحمد لله حالة واحدة بس إسلام نتمنى له يا رب إن شاء الله يقوم بالسلامة يا ويرجع رب الأهلي سالم يا رب إن يا شاء رب الله. إن شاء الله. أعتقد لأن زي ما حضرتك بتقول ثبات القيمة التسويقية لمحمد صلاح، إحنا بنتكلم بعد فترة كأس عالم، كأس العالم أكيد البورصة اختلفت فيه، لعيبة أسهمها عليت، لعيبة أسهمها قلت شوية، راجعين تاني للموسم الاوروبي، يعني اللي بدا يمكن من امبارح ومن اول امبارح في بطوله كاس الرابطه في انجلترا، الدوريات هترجع تاني من بكره ان شاء الله. ففكره ان محمد صلاح يحتفظ بمكانه دي حاجه كويسه جدا. القيمه التسويقيه دي بتبقى حاجه تقديريه، يعني مش شرط يكون ده القيمه الحقيقيه، ممكن تكون اعلى من كده كمان. لكن اكيد وجود محمد صلاح في التوب، يعني في الكلاس اي زي ما بنقول، او في الفئه الاولى من افضل لعيب العالم في الوقت الحالي، مش الوقت الحالي بس، احنا في ال5 سنين اللي فاتت كلها يمكن. صحيح نتمنى ان شاء الله ان يبقى كمان مش ثبات، يبقى ارتفاع كمان باذن الله الفتره اللي جايه ان ان شاء شاء الله. الله. وعلى ذكر بقى كلاس ايه من اللاعبين الدوليين، يا ترى ايه اللي هيحصل مع رونالدو؟ لان الفتره اللي فاتت سمعنا كلام كتير، وبعد كده ناس تطلع تاكده وناس تانية تطلع تنفيه. الحكايه ايه بالظبط؟ الحكايه ان تقريبا العرض الثابت اللي كل الناس اتكلمت عليه هو عرض النصر السعودي، مظبوط. موسمين ونص مقابل 500 مليون يورو، يعني حوالي 200 مليون يورو في الموسم، رقم كبير جدا. أكيد قيل بعد كده كمان ان العقد بيمتد ل7 سنين، لان هو يعني 2.5 سنين كلاعب وبعد كده كسفير لملف السعوديه ومصر واليونان، يعني في حاله تم التقدم بيه رسميا، لان لغايه دلوقتي مفيش حاجه رسميه. امبارح طلع كلام ان في احد الانديه القطريه برضو يرغب في ضم رونالدو، رونالدو نفسه او معسكر رونالدو لم يؤكد او ينفي اي حاجه، وفي كاس العالم كان اتسال وقال انا مش هعلق على اي حاجه غير بعد كاس العالم، بعد كاس العالم هو في حاله صمت تماما، ما ردش على اي حاجه. هو كان يحبذ ان هو يفضل في اوروبا وتحديدا في احد الانديه المشاركه في دوري الابطال، لانه عايز يعزز ارقامه في دوري الابطال. قيل برضو ان هو اتعرض على نادي اينتراخت فرانكفورت، لكن النادي قال ان هو مش هيقدر يعني يفي بالمتطلبات بتاعته. خلينا نقول ان هو لما يبتدي يناير ان شاء الله، يبتدي انتقالات يناير هنا الصوره هتبقى اوضح، لكن هو الكلام الاكبر حاليا هو ان النصر السعودي هو العرض الاكبر وهو العرض الاكثر ثباتا على الارض زي ما بنقول، يعني لان عرض كبير طبعا يتضمن شروط تانية خالص كمان غير الكوره، زي ما بقول حضرتك فكره ان هو يبقى سفير للكره السعوديه، سفير لملف السعوديه لتنظيم كاس العالم، كل ده هيبقى حاجه مهمه جدا اكيد. والحقيقه يمكن لما كنت في كاس العالم كنت بتكلم مع ناس هناك من الاتحاد السعودي او من رابطه الانديه السعوديه، كانوا بيقولوا ان الموضوع هيكون اكبر حتى من نادي النصر، يعني الموضوع ممكن يكون بدعم من الرابطه ومن الاتحاد السعودي ومن الـ كل المسؤولين عن الكره في السعوديه، لان أكيد اكيد طبعا. كريستيانو في الدوري السعودي هيبقى يزود من المشاهده ومن القيمه التسويقيه للدوري السعودي. طب يعني في رأي حضرتك وطبقا لرؤيتك ومتابعتك للمسيرة الحافلة بالنجاحات لكريستيانو رونالدو، واللي خلته في نهاية المطاف واحد من أساطير كرة القدم، واحد من أحسن من لاعب كرة القدم على مستوى العالم وعبر التاريخ، بعيدا عن الشق المادي اللي حضرتك تفضلت بيه، ده معناه ان في وكأن جاي له عقد عمل في الخليج متكامل الاركان وعلى كل الاصعده الحقيقه، فبعيدا عن الرقم الضخم واللي ما فيش شك ان هو يعني اكيد جدير بيه، رايك ان دي هتكون هي النهايه الانسب لمشواره في الملاعب؟ والله حضرتك زي ما عارف يعني في رونالدو خلاص 37 او 8 داخل على 38 سنه، ايوه اكيد في يعني في نهايه المنحنى بتاعه، ده ما يقللش منه ابدا، لانه زي ما حضرتك قلت هو واحد من اعظم من لعب كره القدم عبر طبعا تاريخ كره القدم. كفايه انجازاته وارقامه وبطولاته وادائه كل ده بيتحدث عنه يعني. صحيح
لكن هو زي ما بنشوف بعض اللاعبين بيتوجهوا للدوري الامريكي، بعض اللعيبه بتلعب في الدوري الصيني او الدوري الياباني، في الدوري السعودي لا يقل اعتقد عن الموضوع ده، في طبعا خاصه طبعا. وعلى في فكره اتقال في وقت من الاوقات ان الدوري الامريكي برضو كان في محاولات لاستقطاب كريستيانو رونالدو للانضمام، يعني برضو كان في كلام على امريكا في مرحله من المراحل. لغايه دلوقتي، هو لغايه دلوقتي كلام ان هم الدوري الامريكي بقى عايزين رونالدو وعايزين ميسي كمان، يعني هم عايزين السنه الجايه او الموسم الجاي، عارف الدوري الامريكي بيبتدي في شهر 3 يعني، ايوه فيكون الاثنين موجودين يعني. لكن ميسي لسه ما جددش عقده مع باريس سان جيرمان، عقده ينتهي بنهايه الموسم، اه رونالدو لاعب قر من اكتر من شهر، فهيبان زي ما قلت لك في يناير ان شاء الله الصوره هتبقى رايحه فين، لكن انا مش شايف ان هو وجوده في الدوري السعودي يقلل منه على الاطلاق. واضح كمان ان في امريكا شغالين كويس قوي على ملف كرة القدم، شفنا ان في يعني طفرة ملحوظة خصوصا فيما يتعلق بالمنتخب ومشاركته في كأس العالم في الفترة الأخيرة. انت حضرتك ادرى مني بكثير، امريكا كانت لسنين طويلة قوي بعيدة كل البعد عن ان هي تبقى متألقة كرويا، لكن ابتدينا نشوف تطور وتحسن ملحوظ في المستوى اكيد الفترة الأخيرة. مشروع طويل جدا، هو مشروع بدأ من فترة طويلة جدا، يمكن من ساعة ما أمريكا استضافت كأس العالم 94 بدأ الاهتمام بالكرة على كل المستويات، على مستوى الشباب، على مستوى الفريق الأول، على مستوى السيدات. منتخب أمريكا هو بطل العالم للسيدات، أو الرقم صاحب الرقم القياسي في بطولة العالم للسيدات. هم هيستضيفوا كأس العالم 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك، فزي ما حضرتك قلت لا هو مشروع كبير جدا، الدوري الأمريكي بيستقطب للنجوم بشكل كبير جدا. كرة القدم ما هياش اللعبة الشعبية الأولى في أمريكا ولا صحيح الثانية حتى ولا الثالثة، يمكن كمان يعني البيسبول عندهم، الأمريكان فوتبول طبعا عندهم، الباسكت طبعا، طبعا لكن الاهتمام والمشروع كبير جدا، استقطبوا نجوم على مستوى الإدارة كمان أكتر ما يكون على مستوى الكورة، فأعتقد لا يعني فعلا أصبحت زي ما يعني أمريكا أصبحت ضيف دائم على كأس العالم، مش بتكتفي بس حتى بالمشاركة، يعني في كأس العالم اللي فات وصلوا لدور 16، قدموا صحيح وأعتقد ماتش جيد قدام هولندا، حتى كانوا ممكن يوصلوا كمان لأبعد من كده، فهي فكرة التخطيط، التخطيط هو اللي بيفرق في كل حاجة. ايوه والله انت بتقول درر يا استاذ، يعني الجمله الاخيره دي عايزين نحط تحت بناء 4 15 خطوط، لان فعلا اي حاجه بيتم انجازها وتحقيقها ما بتجيش بشكل عشوائي، لازم تكون بناء على تخطيط وتظبيط وتسديل لكل العقبات وتوفير لكل الامكانيات، يعني حدوته طويله عريضه. طيب خليني اروح مع حضرتك بعد اذنك ليه يلا كوره، والمانشيت الرئيسي فيها بيقول على لسان ليفاندوفسكي ان ميسي هو الافضل في العالم، وبيقول غيابي 3 مباريات عن برشلونة امر مؤلم. بمناسبة ميسي انا عايز اسال حضرتك، هل تعتقد انه هيستمر يعني فترة قد ايه في الملاعب بعد يعني حصوله على كأس العالم؟ هو كان قال قبل كاس العالم ان دي هتكون اخر كاس عالم ليا، ناس فسرتها او براي او قالت ان ده هيكون اخر لعبه دوليا مع منتخب الارجنتين يعني، لكن هو رجع بعد البطوله على طول، وفي يعني في نشوه الفوز وفي الاحتفالات والانتصارات، قال انا عايز العب تاني للمنتخب، وشعار كاس العالم بيزين القميص بتاعي، انا عايز العب وانا بطل العالم. اعتقد انه هيكون موجود على الاقل لغايه كوبا امريكا اللي جايه، لان خلاص طالما قرر انه مش هيعتز دوليا يعني اكيد هيبقى موجود على الاقل هو تاهيل. كوبا امريكا ماشي معاك فيها وارد جدا، لكن اعتقد كاس العالم النسخه القادمه صعب بيتهيأ لي هيبقى صعب قوي. صح ولا في هيبقى صعب مساحه ولا في مساحه لما يكون لاعب استثنائي اسطوري زي ميسي، في مساحه لوجوده ضمن القوام الرئيسي حتى ولو بشكل شرفي، يعني في مساحه للنوع ده من الانسانيات انجاز التعبير، ولا حسابات كره القدم بتختلف؟ هي تختلف من لاعب للتاني، لكن اعتقد مع ميسي هتبقى صعبه، لان ميسي مش من النوعيه، اولا يعني حضرتك شفت ال7 مباريات ميسي ما طلعش ولا دقيقه بره، رغم انه كان في بعض أي المباريات بيبقى خلاص واضح ان هو يعني جاب اخره يعني، طبعا يعني في اكتر من مباراه مسك فيهم مثلا العضله الخلفيه، في اكتر من مباراه كان بيقف تمام في وسط الملعب مش قادر يعني، بيبين عليه ان هو مش قادر يتحرك، حتى الماتشات اللي قدام الارجنتين لعبتها قبل البطوله لعبها كلها 90 دقيقه، هو هو مش وقفته في من نص النوعيه الملعب ما اللي تبقاش فاهم، هو واقف عشان مصاب وحاسس بألم، ولا واقف عشان بيعمل سكان وبيشوف مين حواليه وبيظبط هجمة مرتدة. هو عجيب، هو أسطورة، هو أسطورة السكاننج ده، هو أحسن فظيع واحد بيعمل سكاننج فظيع يعني. فظيع، مش بني آدم في الحتة بس دي بصفة خاصة. بالظبط بالظبط، فهو أعتقد لا يعني وجوده كحاجة شرفية، ميسي نفسه ما يعني الموضوع ما يتناسبش معاه قوي، لكن أعتقد إن هو ممكن زي ما حضرتك قلت يعني لغاية كوبا أمريكا اللي جاية، وبعدين هنشوف لو هو يقدر، لو شايف إن هو يقدر يكمل، بس هتبقى صعبة شوية لأن ميسي 39 سنة هيبقى ساعتها يعني في كأس العالم 2026، واعتقد ان هو هيبقى يعني هو بالنسبه له حتى نفسيا ان يكون لقطتي الاخيره في كاس العالم هي ان انا رافع الكاس دي، طبعا
هتفضل في الخيال. وايا كان يعني هو ميسي خلاص، هو حتى لو ما كانش خد البطوله هو كتب اسطورته اه بمعنى. بس خلي بالك لقطة النهاية اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، طبعا إلى جانب إن هي هتستمر في أذهان ووجدان الشعوب كلها في العالم كله لسنين طويلة قوي قدام، لكنها الحقيقة أثارت جدل واسع جدا ما بين يعني كتير من الدول الأوروبية. يعني في كتير من التصريحات ظهرت من صحافة رياضية أوروبية ولا سيما بدول يعني من دول بعينها، كانت بتتكلم على ان اللقطه دي كانت فيها يعني شيء من التسييس انجاز التعبير، شيء من افساد لحظه تاريخيه مهمه جدا من وجهه نظر اللي كتبوا الكلام ده. لكن في المقابل كان في الحقيقه برضو هجوم عكسي مضاد ماشي كله في سكه ان طب ما ممكن جدا تبقى يعني ليه ما تبصوش للحكايه دي زي ما بيكون مثلا في دوله معينه بيتم فيها تتويج بطل ما وتسليمه مفتاح المدينه بشكل شرفي، زي ما مثلا كان بيليه في وقت من الاوقات في كاس عالم سابق لبس القبعه المكسيكيه الشهيره. يعني اثارت جدل واسع اللقطه دي، لكن في نهايه المطاف هي لقطه في منتهى الذكاء من القائمين على التنظيم، ولا حضرتك شايف ايه؟ طبعا يعني هو انا بستضيف بطوله كاس عالم وبعمل كل حاجه من اجل التنظيم ده، من حقي ان انا احط اللمسه الثقافيه بتاعتي على الموضوع، من حقي ان انا احتفي بالنجوم بتاعتي بالطريقه دي. زي ما حضرتك قلت بيليه كاس عالم 70 لبس السومبريرو او القبعه المكسيكيه وهو بيستلم كاس العالم. حصل بنشوف في الاولمبياد مثلا لما كانت في اتينا كان بيحطوا على راس المتواجين بالميداليات اللي هو غصن الزيتون او اللي هو اللي بيعبر عن الثقافه الاغريقيه. طبعا انا شايف انها حاجه يعني لذيذه جدا ومحترمه جدا، عظيم اتعملت بشكل شيك. شفنا انفانتينو وهو بيتكلم مع ميسي قبل ما يخش بيشرح له الموضوع، وميسي قابل الموضوع بمنتهى صدر رحب جدا. البشت ده او العبايه اللي هو ايوه لابسها دي في الثقافه القطريه دي يعني حسب ما الواحد سال يعني ما بيلبسهاش غير العريس، يعني دي بتبقى اه طبعا للعريس للفرح وهو كان عريس الحقيقه يوميها. بالظبط. فهي كانت هي الرمز بتاعها طبعا كده ان بطل العالم ايا كان. هو الموضوع مش كانش طبعا على ميسي، يعني لو كان البرازيل كان هيبقى مثلا نيمار او ايوه تياجو، لو كانت فرنسا كان هيبقى هوجو لوريس. اللعيب صحيح اللي هيستلم كاس العالم هو ده عريس كاس العالم، فهو ده كان الفكره من الموضوع نفسه. مش شايف فيها اي حاجه، بالعكس يعني شايفها حاجه محترمه جدا وتليق بالتنظيم المحترم اللي شفناه. الانتقادات اللي حضرتك بتقولها دي من دول معينه للاسف كنا سمعناها في كل حاجه ايوه وشفناها في كل حاجه، صحيح ومحاوله فرض راي معين وفرض ثقافه معينه صحيح على المكان اللي فيه المكان. لا حضرتك لما بتيجي عندي بتحترم ثقافتي زي ما انا بحترمك وبستضيفك وبفتح لك بيتي، انت برضه تحترم الثقافه بتاعتي. صحيح منطقي جدا كلام حضرتك. ودكتور عادل جات علينا اللحظه اللي نشوف فيها ميسي لابس العبايه الخليجيه وشكلنا يعني قريب هنشوف كريستيانو رونالدو بالعبايه برضو والغطره وحاجات كده. يعني الوضع اختلف قوي في عالم كره القدم في الفتره الاخيره. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا ومشاركتك لينا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. شكرا جزيلا. شكرا، فنورتنا.